احنا مش مختلفين ابدا على فكره ان الاولاد لازم تجرب، وان الاهالي لازم يبقوا سايبين لاولادهم فرصه التجربه مره واتنين كمان، مش من اول مره يبتدي يقولوا شفت وانت ما انتش عارف، يعني لا يقمع الطفل ابدا. ولكن خلينا نتفق يا دكتور ان قد يكون ما كانش في الامراض اللي كانت موجوده دلوقتي، او ما كانش احنا عندنا الوعي بالامراض الموجوده دلوقتي. في اطفال كتير جدا بتعاني من عدم التركيز، في اطفال كتير جدا بتعاني من عدم الثبات الانفعالي، ADHD بانواعه بقى حضرتك ادرى مني منها. فقدرتهم على التحكم في نفسهم، يعني الولاد بتبقى كانها ماسكه زي ما بنقول باللغه الدارجه دي القطه، يعني طول الوقت الموبايلات بتقع، الكوبايات بتقع، الكتب بتقع، اي شيء، وده بيعرضهم هم لمخاطر حقيقيه. مش بتكلم ان احنا نحطهم جوه قفص ونمنحهم، ولكن احنا الوضع اختلف عن زمان اكيد. بس خلينا نقول انا مفروض اول 3 سنين في حياه ابني انا اللي بعمل المشكله وبطلعه شخصيه سويه او بطلعه شخصيه غير سويه. يعني خلينا لو هو كان شخص طبيعي ومنعته دي على حسب شخصيته، يعني لو هو كان شخصيه خجوله هيتحول لشخصيه اتكاليه في اسرع وقت. صحيح. طب لو كان شخصيه قويه لا، هيقول لا هو من اول سنه ونص سنتين يا جماعه نفس اعراض المراهقه، انا بقيت شخصيه موجوده اللي هي كيان هبدا اخد قرار، فساعتها انا ما استفدتش حاجه. انا لازم ابدا اديله، انا بالنسبه لي مهم جدا فكره الكاركتر بيلدينج، بناء الشخصيه. بناء الشخصيه. ابدا اديله المحتوى اللي هو محتاجه، بس انا بعمل ايه بقى؟ انا بسيبه قدام التلفزيون وقدام موبايل، واللي انت بتحكي فيه والامراض المستحدثه علينا كلها جايه من ماده الميلوتونين. كلها جايه من الحاجات الزرقاء، الماده الزرقاء اللي بنتفرج عليه، ADHD، تشتيت انتباه، نقص تركيز، ممكن تخش في صعوبات تعلم، تاخر نطق، عدم التركيز، حتى الاعداد الدقيقه، فكره مسك القلم والحاجات اللي بتقع، ما كل ده انا اللي بحطه على اللاين ده. انا بقى لو ساعتها هو الاغلب الاعم يعني في مرحله عمريه معينه في الدراسه ما بقتش خلاص القلم موجود، فالمهارات بتاعت انه يمسك اصلا دي ما بقاش محتاجها، هو محتاج يدوس بس بصباعه اكتر. ده مهم، بس الفكره برضو انا بشوف ان مش كل حاجه صح على مدى، يعني مش كل حاجه صح على الاخر ومفيش حاجه غلط على الاخر، الفكره كلها في نسبيه الاستخدام وعدد الفترات الاطول. يعني انا مثلا لو كنت، خلينا نقول على فكره، لو ما خليتش ابني يخاطر، مش يخاطر دي ده قدامي اللي هو يبدا يجرب قدامي، هيعمل حاجه من ورايا وهتبقى كارثه. يعني احنا انا افتكر جدا فكره لعبه الجنيه الناريه اللي ظهرت في انجلترا، واللي هو عشان احنا ما كناش قاعدين مع اولادنا فماسك الموبايل لفترات طويله، انت بتعمل شويه ستيب لحد ما اوصل ان بفتح الغاز فالبيت بينفجر. ايوه، لو كان في تدخل اهل اللي بقعد بعض فترات طويله، كان في استثمار لوقت، كان في كاركتر بيلدينج عشان اعرف الشغف، هو كده كده عنده شغف، دي سمه المرحله. هتقتل الشغف، تاكد ان ابنك هيطلع شخصيه غير سويه. ولو كان من الشخصيات القويه هيعمل كل حاجه من وراك، فانا لازم ابدا احتويه.